نظمت وزارة المالية والميزانية ورشة وطنية حول تقييم التعديلات الضريبية، وذلك بهدف توعية المسؤولين وممثلي الإدارات من أجل تقييم الجوانب الفنية للخطط العملية بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني وبحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الاتحاد الأوروبي. تقرير محمد الأمين أحمد. بهدف توعية القيادات والمسؤولين وممثلي الإدارات لأجل تفهيمهم وترشيدهم للجوانب الفنية لهذه الورشة بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني والشركاء الفنيين، جاءت هذه الورشة الوطنية التي نظمتها وزارة المالية والميزانية حول تقييم التصريفات الضريبية المتعلقة بمختلف التعديلات الحكومية للخروج من هذه الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. في كلمته الافتتاحية مدير الضرائب جسرا غارتيغال سانغار، والتي أكد فيها بأن الأزمة الاقتصادية الحالية تتوجب تعديلات في الضرائب، وعلى هذا الأساس قال منذ تعيينهم في هذا المنصب أعطوا أوامر للمراقبة في وضع التعديلات. أما رئيس قسم السياسة والصحافة والأخبار بالاتحاد الأوروبي ويم شيرليغانس قال بأن الاتحاد الأوروبي يدرك الظروف التي تمر بها البلاد، وعلى هذا قام الاتحاد الأوروبي بدعم فني ومالي، مؤكدا نية الاتحاد الأوروبي للوقوف بجانب الحكومة للخروج من هذه الأزمة في إطار خطتها الخماسية. من جانبه ممثل الشركاء الفنيين جان كلود ناشيغا مشيرا بأن منذ عام 2010 صندوق النقد الدولي اقترح بعض التعديلات في الجانب الضريبي، كما أكد تعهد الشركاء الفنيين والماليين على دعمهم الكامل للحكومة لأجل الكفاح ضد الفقر. من ناحيته وزير المالية والميزانية كريستيان جورج ديكيمباي، والذي ذكر بأن تعديل النظام الضريبي في تشاد يتوجب بالضرورة في الوقت الحالي دعم هذه الورشة الوطنية التي تعنى بتطوير الاقتصاد وتذليل العقبات التي كانت سببا في انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، مشيرا بأن الحكومة أعطت أهمية كبرى للنظام الضريبي لسد العجز المالي. والجدير بالإشارة فإن هذه الورشة الوطنية تهدف إلى التعديلات المختلفة للنظام الضريبي في البلاد.